أدانت السلطة الفلسطينية الإعلان الإسرائيلي وحذرت من عواقبه، حيث أكدت أن القرار يعيق أي محاولة لإعادة الأمن والاستقرار وسيعزز التطرف والإرهاب وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أي جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام. نحن نعتبر أن كل الاستطلاع الاستعماري هو غير شرعي وغير قانوني ولا بد من إزالته. هناك قرارات واضحة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وليس أقلها وآخرها كان القرار 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية الاستطلاع الاستعماري بإجماع دولي. هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك وقفة من المجتمع الدولي، وأيضا نحن لن نقبل إطلاقا بأن تبقى هذه الحكومة ماضية في كل ما يتعلق باستمرار جرائمها وعدوانها ضد شعبنا الفلسطيني. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا السيد واصل أبي يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. بداية نرحب بك سيد أبي يوسف. أهلا وسهلا. يعني أدانت السلطة الفلسطينية الإعلان الإسرائيلي وحذرت من عواقبه، يعني ما زالت إسرائيل مستمرة في الأنشطة الاستيطانية لها على الأراضي الفلسطينية برغم معارضة يعني الدول المشاركة في مجلس الأمن أو الأعضاء في مجلس الأمن على قرار استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو تعليقك؟ بطبيعة الحال حكومة نتنياهو الأكثر أمنية والتطرف تمضي قدما باتجاه توسيع وبناء الاستعمار الاستيطاني سواء في مدينة القدس أو في الضفة الفلسطينية، معتقدة أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية بأن الاستيطان الاستعماري يشكل عقبة أمام مسار السلام، وأيضا حديثه عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، كل ذلك يعني يخطي إمكانية للحديث من قبل حكومة نتنياهو عن أنها ستمضي قدما باتجاه ما يخلو لها دون أن يكون هناك محاسبة ورقابة على هذا الأمر. أنا بعتقد أنه يعني عدم الامتثال لقرار 2334 الأخير حول عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري الذي جاء بإجماع دولي، إضافة إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد على أن حكومة الاحتلال هي حكومة مارقة لا تلتزم بأي من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهذا المطلوب الآن أمام المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي للضغط على الاحتلال بانكسال بتنفيذ هذا القرار الهام حول عدم شرعية قوانين الاستيطان ووقف بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67. سيد أبي يوسف، يعني في الوقت الذي صوتت فيه الدول الأعضاء في مجلس الأمن على رفضها للأنشطة الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من الجانب الإسرائيلي، يعني كان هناك موقف أمريكي صامت في مجلس الأمن ويعني لم تصوت على القرار سواء بالرفض أو بالقبول، برغم أنها تمتلك حق النقد الفيتو، وأن أيضا دونالد ترامب كانت له تصريحات بأن سياسة الأمم المتحدة ستختلف تماما بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما هو الذي يعني تحدي إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والصمت الأمريكي الذي يعني نشاهده أو نتابعه؟ لا، في ظل ولاية أوباما كان الحديث دائما حول عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري، ولكن عندما يتعلق الأمر وضع آليات عملية لوقف بناء وتوسيع هذا الاستعمار يكون هناك فيتو أمريكي كما جرى في عهد أوباما. في الفترة الأخيرة ومن أجل تنويه قرار 2334 كان هناك امتناع عن التصويت من قبل إدارة أوباما، أي بمعنى تسهيل نجاح القرار، أي أن قرار 2334 كان بإجماع دولي يؤكد على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري. هذا أمر هام. الأهم من ذلك هو مسؤولية المجتمع الدولي أجل تنفيذ هذه القرارات. لا يمكن القبول بأن تبقى حكومة الاحتلال دولة مارقة لا تلتزم بأي من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمضي قدما باتجاه توسيع رقعة عدوانها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني. هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي جميعه الذي يتحدث عن عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري، وكان هناك القرار بإجماع دولي، وعندما تجري التزام الاحتلال وضع أهمية امتثاله لتنفيذ هذه القرارات يكون هناك تهرب من الآليات التي لابد أن تتبع من أجل التزام الاحتلال فيها. نعم سيد أبي يوسف، يعني أخيرا وفي عجالة، يعني كيف ترى مستقبل قضية حل الدولتين في ظل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب؟ أنا بعتقد أنه حقوق شعبنا الفلسطيني سواء جاء ترامب أو غير ترامب هي متعلقة بثوابت شعبنا الفلسطيني وتضحيات الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية التي تندرج في إطار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. لذلك لن يألو شعبنا الفلسطيني جهدا في سبيل
التمسك بهذه الحقوق والاستمرار في معركته في الخيول. أشكرك جزيل الشكر سيد واصل أبي يوسف عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.